السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل. أما بعد، معكم الطالبة خديجة فلع من ذوات الهمم الخاصة أو العالية. أنا طالبة منذ 2019 بمعدل 12.75. أشكر والدي الذين كان أمنا لي، وأشكر الله الله ربي، فليقن بالله إرادة كبيرة وحفظ كتاب الله أقوى إرادة. الحمد لله حافظة لنصف القرآن، الحمد لله نقطة هامة للذين يريدون الفوز في الدنيا وفي الآخرة، عليهم حفظ القرآن وتثبيته فينفعهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أشكر والدين العزيزين على هذا المشوار المتعب والشاق، بارك الله فيهما ورفعهما في الدنيا وفي الآخرة، وبارك الله فيكم. وتحية خالصة لطاقم قناة الأنيس تي في على هذه المجهودات الجبار على نشر القرآن، على نشر من يحفظون القرآن ويتعلمون له. شكرا وبارك الله فيكم ونفع بكم في الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.